حضرموت تقول كلمتها. مؤتمر حضرموت الجامع الذي انطلقت أعماله في مدينة المكلا بحضور أكثر من 3000 مشارك يمثلون مختلف مدن ومديريات محافظة حضرموت. نشكر ونتمم مواقف الرئيس عبد الرب منصور الداعمة لحضرموت. ضم المؤتمر قيادات سياسية واجتماعية حضرمية بهدف الخروج برؤية سياسية واقتصادية واجتماعية موحدة تضمن حقوق ومطالبات أبناء المحافظة في أي تسوية سياسية في البلاد. ملاحظات رافقت التحضير لانعقاد المؤتمر، أبرزها افتقاره لمعايير كثيرة، منها عدم التزام القائمين بالآليات الناظمة وضعف التواصل مع حضارم المهجر وإقصاء شباب الثورة في حضرموت. فيما يذهب آخرون إلى أن المؤتمر يسعى لفرض واقع جديد في حضرموت، خاصة وأن ميثاق الشرف يؤكد أن المؤتمر هو المرجعية العليا لتسيير أمور المحافظة، ويرى مراقبون بأن هذا الميثاق يمثل قفزا على قوانين الدولة الناظمة، لكن يظل المؤتمر وبحسب مراقبين يحمل إشارات واضحة بأن حضرموت أصبحت حاضرة في المشهد السياسي وتسعى لتثبيت حقوقها في أي تسويات سياسية قادمة.